لما مرة سألت بابا على حكاية المزيكا حرام وحلال ولا حلال والحكاية دي، أبويا راجل متدين جدا يعني، وإن أنا أسأله في حاجة زي كده أنا عارف إنه هيجاوبني بصدق. فقال لي يا حبيبي شوف لما بتغني أغنية حلوة أو بتشوف الناس بتسمع أغنية حلوة، شوف بتسمع كام الله. يعني إنه فعلا لما بتقولي الله معناه إنه حاجة حلوة، حاجة حلوة طبعا، مفيش أحسن من الله، مفيش أحلى من كده طبعا، مفيش أحلى من كده.